هي هربت من سوريا انا من الحرب، لقيت اولادي قدامي هون نفس الشيء، لحقني الحرب لهون، لحقتني الحرب لهون. اجى الدفاع المدني صار ينبش يطلع واحد ورا الثاني. طبعا فقدت عائلتي، مرتي وبنتين، وعندي بنت بالجامعة الأمريكية مخطرة، وهذا اللي حصل معي خيي. خيي إحساسي شو؟ فقدت عائلتي، شو بدي أقول لك؟ ما بعرف، في أكثر من هيك مشهد يعني. دمرت خيي، بكفي يا عائلتي بكفي، انه حياتي دمرت. ما بعرف شو بدي اعبر لك، وجعي ما اكيد ما حدا داق وجعي. بقول كتر خير الله مثل ما الله بيريد.